يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وسلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام الله صل عليه عليك. السلام عليك الله صل عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أطفال الأنبياء. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام السلام عليك. السلام عليك. السلام السلام اللهم صل عليه سيد الأنبياء. السلام عليه أتقى الأذكياء. السلام عليه سيد الأنبياء. السلام عليه لك شفاعة يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي
ikunya kebenaran, iku bas. Hishma. Amin. Laka syafa'a ya Rasul Allah. Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده عدوم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعترت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما استلده بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شعونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان، ويحار في تعقله معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده،
وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلأة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكبال عليه غاية الإكبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه أكتب بها بعناية الله في حزمي وألا آلي وصحبي الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف العصري بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مولانا خاطرك معنا يا مولانا خاطرك معنا يا عظيم الجلال لا تخيب
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف
بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يحب ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بك كمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبودنا من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم، وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمته أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وزوجها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا،
ولا تشكو منه ألما ولا علالا حتى مر الشهر بعد الشهر بالحمل فقرب وقت بصوله البروز إلى عالم الشرد لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضلي وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه اللهم صل عليه حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا لنا يا حبيبنا
رسول الله يا الله صل وسلم عليه يا رسول الله.
وبغالح رأى تأنى يبكي يسعى الخالق فأتى الوحي فأشراك قلب بالحق تعلق وبغالح رأى تألق يبكي يسعى الخالق فأتاه الوحي فأشراك اقرأ اقرأ يا محمد يا رسول الله يا حبيبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله محبا من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صحبا لرسول الله محبا من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد bersama-sama ya ini hilang ngantuk cik banter Allahumma salli alaihi assalamu alayka ya habibi assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاد بقرب ظهور إشراق هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإدر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البدون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا قرب أوان نوبة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسج وعلى زينة الملائكة بالتشعر للعالمين دائم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولقدرته كشفت كناع هذا المسجود ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتى الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضروا عنده بذيه أمة تأنيسا لجانبها المشؤود ومبشرة على في هذا الزمات المبدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة العائشة وما هما من الحرور العين ما نقسم الله له من الشرف بالقسمات الوافي فأتى الله الذي رد الحضور فضه وجوه هذا المنلو ونفلت صبح الكلال من النور أنعمود وبرج الحميد المحمود مذنا لله بتعذيب وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترى
عليه وعلى آله. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Salah sapa sing maju. Aku manggon. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. طيبةٌ مدينةٌ نبينا طاباً ثراها برسول محمد عليه السلام يا رسول الله من البعد وصل يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله استجب دعانا ونداء يا رسول الله من خير جودك جد لنا يا رسول الله مددنا أيدي لمولانا يا رب
رسول الله بجاهك يقبل دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله